الشاعر الكبير ابو حيدر المالكي. عزيزي ها بيناتنا لحسي انا اموت عليه خي. شنو علاقتك و ابو حيدر؟ يوم ويوم اشوفه والله. شو وقت اخر مره تواصلت وياه؟ قبل اجي بغداد. ساكت التليفون بينك وبينه ابو حيدر. شنو قدم لك؟ قدم لي قال لي عبود انت ان شاء الله مبدع يعني هاي كلمه من هالمايك يعني يشجعني احس روح واصل انا زين.